طبعا نرفع أسماء الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدعمهم المتواصل لنشاط الاتحاد الكرة. واليوم احنا توجنا بطل دوري نادي المحرق، فبهذه المناسبة نبارك لسعادة الرئيس الشيخ أحمد بن علي الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة على مجهودهم اللي أعاد نادي المحرق بعد غياب 5 سنوات إلى منصات التتويج بالدوري، وهذا مؤشر إيجابي لعمل مجلس الإدارة بقيادة الشيخ أحمد والأخوان معاه في مجلس الإدارة وعمل الجهاز الفني والإداري لتحقيق وإعادة نادي المحرق إلى مكان المعروف والمألوف في مملكة البحرين. ونبارك لجهود جميع الأندية الوطنية التي عملت وسعت أثناء هذا الموسم. الموسم لم ينتهي بعد، هناك كأس النخبة ولكن الدوري انتهى، ونبارك لكل مجهود جميع الأندية العشرة المنضوية في هذه الدرجة، ونهنئ جميع من عمل من مدربين وجهاز أجهزة فنية وإدارية في الإخلاص في العمل للنهوض بالكرة البحرينية. فكل الشكر لجميع من عمل وسعى، وآملين نحن كاتحاد بحرين سنعمل ونجتهد في تطوير عمل الاتحاد وتطوير عمل المسابقات إن شاء الله. راعي الدوري بنك البحرين الوطني الحقيقة اللي أعطانا الدعم والرعاية الكافية لتنظيم هذه المسابقة، فكل الشكر والعرفان لرئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وكذلك الرئيس التنفيذي اللي حضر اليوم وشرفنا بلقائه في ختام هذا الدوري الذي يحمل اسم MBB ليج، يحمل اسم البنك بنك البحرين الوطني. فنهنئهم ونشكرهم على جهودهم، وإن شاء الله احنا كاتحاد لم نقصر في حقهم، إن شاء الله نعدهم إن شاء الله السنين القادمة ستكون هناك يعني تنظيم، من ناحية التنظيمية سيكون هناك مفاجآت أكثر، وسنطور هذه المسابقة كل سنة عن سنة إن شاء الله.